الشخصية التي تكونيها لمناسبة الطفل لحمايته من تشوه الهجرة. ثالثا، التحسيس والتوعية وتأطير المراكز الاجتماعية المهتمة بالطفولة لحد المهجر القصيري. رابعا، معالجة الهدر المدرسي ببرنامج الدعم التربوي ومقاربة شمولية صحية نفسية اجتماعية إلى ذلك. خامسا، دعم المجتمع المدني يقوم بدوره لمعالجة هذه الظواهر. سادسا، توفير المساعدة الاجتماعية والنفسية في المؤسسة التعليمية. سابعا، توفير ملاعب القرب والعمل على توعية الأطفال لحمايته من العنف والاغتصاب والمخدرات. ثامنا، توفير مؤسسات اجتماعية لإيواء الأطفال في وضع شارع. تاسعا، تحسيس الآباء وإشراكهم بأهمية تنظيف أبنائهم. عاشرا، القيام بدراسة ميدانية لرصد الأطفال في وضعية هشاشة وأطفال الشوارع وأطفال في وضعية إعاقة على المستوى الجهوي. التوصية الأخيرة هي تفعيل النصوص القانونية لحماية الأطفال من حالة تسول أو التولي.